أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أمامكم الآن. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. أي شخص ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب المخصص أو على رقم برنامج الواتساب المخصص للحلقة، نقدر إن شاء الله نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. وأتمنى أنه تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من منو ومن وين إجتنا الرسالة. وأعتذر منكم إذا ما قدرت أطلع أي فيديو، لأنه مع الأسف لا أقدر أستقبل اتصال ولا رسالة صوتية ولا أقدر أطلع فيديو لما مربوط ويا الناس فما يقدرون يشوفوه بس بالبرنامج. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم. أول ملف ويانا هو ملف التحقيقات اللي صارت بقضية حفل الزفاف بالحمدانية. حفل الزفاف قاعة الهيثم، هاي الفاجعة الكبيرة اللي صارت بمحافظة نينوى قبل أيام. هذا الشيء اللي دعا أهالي الضحايا يدعون إلى إجراء تحقيق دولي عن قضية حريق حفل الزفاف اللي أدى إلى مقتل 120 شخص بالقضاء، وسط انتقادات للتحقيق الحكومي اللي ألقى باللوم بالحريق على الإهمال ونقص الإجراءات الاحترازية. هذا التحقيق الحكومي ايش يقول؟ فالناس ما قبلت بهذه النتائج وتظاهروا ذو ضحايا فاجعة حمدانية بالموصل احتجاجا من عندهم على نتائج اللجنة التحقيقية بالفاجعة. وأكدوا ذو الضحايا أن نتائج اللجنة التحقيقية تفتقد للمصداقية وتفتقد إلى الدقة، إضافة عن تسترها على المتورطين بالفاجعة، وهذا كله يصير هو استهتار واستخفاف بأرواح الناس المدنيين اللي راحت نتيجة حدوث هاي الفاجعة. خلونا نشوف. وحشنا هسه ابد هاي الارواح اللي راحت بهاي الفاجعه، واللي اكو اشياء تثبت انه القاعه مبنيه بطريقه غلط، اللي اكو اشياء تثبت انه القاعه مبنيه بمواد تساعد على اشتعال الحريق وهي محرمه، اللي اكو فيديوهات تثبت انه هاي القاعه مخالفه لشروط السلامه، لان ثلاثتهن مصايب. فلما يجي نتائج التحقيق ويقول هي الاهمال، ومو بس اهمال، لما نقول إهمال واحد عنده شيء سليم كل شيء ما بيه طبيعي يهمل بشغلة معينة يؤدي إلى حريق. يعني لو القاعة هي واحدة من القاعات اللي مبنية من ستينيات القرن الماضي وماشية إلى حد هذا اليوم واحترقت، نقول تماس كهربائي، فهذا إهمال لما القائمين على القاعة ما ينتبهون أنه عندهم أسلاك عارية. لما نقول صار بها حريق نتيجة سطل بنزين موجود ووقع بقطب جيجارة، هذا الإهمال. أما أنت عندك قاعة مبنية غلط ما بها شروط سلامة، والقاعة مخالفة، والقاعة مطالب بغلقها، وراها ماشية القاعة وتشتغل لأنه ما ماشي على القانون، وراها تصير بها فاجعة ويموتون أكثر من 120 شخص وينصابون بحروق أكثر من 300 شخص، شنو الموضوع؟ وراها تجيني تقول لي إهمال، وراها ورا ما قلت إهمال من يعوض أرواح الناس اللي راحت؟ من يعوض الناس دول بمصابهم؟ مراقبين قالوا أنه نتائج التحقيق كانت متوقعة سلفاً، وأنه القضية راح تمشي كأنما هي قضية عبارة الموصل وراح يطويها النسيان، وما راح تطول أي واحد من أصحاب النفوذ والحماية من ساسة وزعماء ميليشيات اللي هيمنون على جميع مقدرات البلد. ووصفوا المراقبين فاجعة الحمدانية هي حلقة جديدة بسلسلة طويلة من مآسي العراقيين، ومثال فاضح على استهانة الحكومة المتعاقبة بأرواح المدنيين. بدورهم طالبوا قساوسة ووجهاء من قضاء الحمدانية بإعادة التحقيق
من لجنة مختصة وهي أطراف دولية حتى يضمنون أن تكون النتائج بشكل دقيق من أجل إنصاف الضحايا وذويهم. خلونا نسمع. واليوم إذ ألم ما ألم من ألم عظيم في قلب شعبنا في بغداد، وجرح لا يلتئم ببساطة الحديث والكلمات، حيث لا تكفي معاجم كلمات الشجا للتعبير عنه، نقف اليوم احتجاجا لكل آلام الماضي وآلام الحاضر، ونقول كلمة الشعب: دماؤنا ليست رخيصة، ابعدوا صراعاتكم السياسية عن مناطق شعبنا في سهل نينوى. وإذ نؤازر ما ورد على لسان سيادة المطران مار بنديكتوس يونان حنوا بهذه الفاجعة، وباسم الشعب نطالب السلطات الثلاثة في وطننا العراق بما يلي: 1. نطالب بتحر عميق عن أسباب الجريمة والاستعانة بخبراء الجريمة من عراقيين ودوليين، ونطالب قضاءنا العادل بالتعمق بالتحقيق الجنائي لهذه الجناية. 2. نرفض توصيات لجنة التحقيق المستعجلة، ونطالب بتشكيل محكمة إدارية خاصة تتعمق بالتحقيق وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 الساري المفعول. السلطات الثلاث: الأولى السلطة التنفيذية اللي يتزعمها محمد الشاع السوداني رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران، الثانية السلطة التشريعية اللي يقودها محمد حلبوسي اللي هو رئيس البرلمان، والثالثة هي السلطة القضائية واللي رئيسها هو فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. ذن السلطات ثلاثتهم طالبوهم بهذا الفيديو، وذن السلطات ثلاثتهم مطالبات مو بس بهاي، مطالبات بكل حريق صار بالعراق، بكل مستشفى وبكل مركز وبكل مول وبكل قاعة، مطالبات بكل عبارة غرقت، مطالبات بكل حادث سير صار نتيجة سوء الخدمات بالطرق والجسور، مطالبات بكل مشكلة تصير من سقوط مباني أو انهدام مباني على رؤوس الناس في مراكز بالعراق في بغداد والمحافظات، مطالبة ذني في كل شيء أنه تبين وجهة نظرها. ذني السلطات الثلاث، اللي ذني السلطات الثلاث لا أبو القضاء دي حاسب، ولا أبو التشريع دي يراقب ويشرع، ولا أبو التنفيذ دي حاسب وينفذ، فهم ثلاثتهم مقصرين بحق الناس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من منصة فيسبوك عقيل إكرام نديم يقول: يفترض أن يدار التحقيق من قبل طرف محايد، وطالما أنه لا حياد في العراق حسب تجارب العراقيين فإناطة الأمر بفريق دولي سيخرج حتما بنتائج منطقية تصدقه العقل. كريم العبيدي: الذي أمر بتغليفها هكذا دون حساب العواقب ولم يفكر بما قد يحدث، والذين أيضا لم يفكروا من أعطى الموافقة وأصحاب القاعة وكل من رأى ولم يحذر، كل هؤلاء مقصرين. لون الطائي: يعني ثبتوها مخالفة مو جريمة مفتعلة، وتجاهلوا كل الشهادات والشكوك. أما ماهر نعوم يقول: التقرير هو تبرئة للمجرم الأصلي، لو ساكتين أحسن، لجنة التحقيق شركاء بالجريمة عندما يخفون الحقيقة. أنا أريد أسأل سؤال هنا، من سنة 2003 إلى عام 2023، 20 سنة، كم لجنة تحقيق صارت في حرائق، في فواجع، في كوارث، في مصايب، وفي سقوط محافظات أمام تنظيم إرهابي هل قداته أمام الدولة العراقية، وهروب جيش عمره راح يطخ 100 سنة من التضحيات والبسالة والدفاع عن أرض العروبة، هرب أمام زمرة هل قداته ما نعرف منين جتي. شنو اللي قدمته لجان التحقيق اللي صارت من 2003 لليوم؟ شنو اللي قدمته لجان التحقيق في الأيام الدامية؟ شنو اللي قدمته لجان التحقيق في حريق الكرادة؟ شنو اللي قدمته لجان التحقيق في سقوط محافظات؟
شنو اللي قدمته لجان التحقيق في فواجع وحرائق صارت في مستشفيات أو مراكز أو قاعات؟ شنو اللي قدمته لجان التحقيق في تهجير أكثر من ثلث سكان العراق إلى مناطق ما كانوا يعرفوها ولا شايفيها وعايشين بخيم وعايشين بذل؟ شنو اللي قدمته لجان التحقيق بعد استعادة هاي المناطق من هذا التنظيم الإرهابي اللي انهزم من عند الجيش العراقي وفلت وياتهم لحد الآن قاعدين بالمخيمات ومهددين نسد لكم المخيم ترجعون غصبا ما عليكم، يروحون المناطق هم ما يقدرون يطبون، يرجعون المخيم راح نسد المخيم فوق روسكم وانتم شنو تسوون ما لنا علاقة. شنو اللي قدمته لجان التحقيق؟ أريدكم تفكرون بهاي. من 2003 أي لجنة تحقيق أنصفت العراقيين حتى ينصفون العراقيين؟ بهاي اللجنة، مجزرة جامع مصعب بن عمير مثلا اللي أكو فيديوهات تثبت القائم بالجريمة واللي سوي جريمة وراح يطلعوهم براءة، ومجازر أخرى كثيرة. فشنو اللي قدمتها لجان التحقيق حتى الناس تصدق بلجنة تحقيق فاجعة الحمدانية؟ هذه واحدة من مصايب العراق. عندنا مجلس قضاء، واحنا البلد اللي بيه مراسيم وقوانين واللي تعتبر أقدم قوانين على وجه الكرة الأرضية اللي هي شعائر حامورابي أو مسلة حامورابي. أقدم بلد ثبت على وجه الكرة الأرضية أنه عنده قوانين. أصبح حال اليوم هذا اللي تشوفه، والقانون مدى ينصف العراقي. شخص 60 يعتدى عليه من ملازم ما يقدر يأخذ حقه، صاحب دراجة يعتدى عليه من ضابط ما يقدر يأخذ حقه، وأيضا متظاهر يعتدى عليه من ضابط وما يقدر يأخذ حقه. ليش؟ لأنه ماكو قانون بالبلد. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفهر، تحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله يا أخوي. أستاذ أفهر، إحنا نعرف الأوضاع بالعراق من 2003 ولحد الآن كل العراقيين وكل العالم يعرفون. اللي حكم الحكومة العراقية يقال عنها كلهم أحزاب وميليشيات من بدر وكتائب وعصائب، وكل هاي الميليشيات اللي جاي تحكم كل الجرائم اللي جاي تحصل بسببهم. الموصل هم يعني نعرف احنا كتاب الموجودة عندهم هناك كلهم ميليشيات وقيادات رادين ميليشيات احزاب يعني كبيرة، وهم مسيطرين على الموصل بالحشد والعصائب والكتائب ومنظمة بدر. نعرف انهم مسيطرين على هاي الامور اللي الامن، فمن تصير عندنا هيك امور هم سببها وهم وراء هاي الامور اللي جاي تحصل من 2003 ولحد الان. يعني ظاهرات اللي تصير عندنا، الحرائق مستشفى الحسين وقتل المتظاهرين اللي طلعوا وطالبوا وطن من 2019 ولحد الان، يعني بنعرف وبنشوف نسمع بس اجراء التحقيق بهذا الموضوع. يعني اكثر من حادثه صارت عندنا بالعراق وبغداد ومحافظات، ناس قتلوا، قتلوا المتظاهرين، قتلوا الشباب، قتلوا الاعلاميين، قتلوا الموظفين اللي هم عندهم يعني ولاء لوطنهم، قتلوا الدكاتره. يعني كثير عندنا من مجاميع القتلى وراهم هاي الاحزاب وميليشياته. فما عندنا وزاره داخليه انه مسيطره، وما عندنا رئيس وزراء يحكم يعني البلد بصوره صحيحه ويحاسب هاي الاحزاب. بس احنا عندنا احزاب هي المسيطره والميليشيات وقيادات الزعماء. احنا شلون نروح على القضاة والقضاة هو بنفسه هادي العامري يقول اذا حش القضاة ثاني يوم نروح نهدده. فاذا كان نحاسب عليهم ان هذول الميليشيات اللي حرقت هذا الحمدانية القاع الزفار، والرحمه على روحهم وجميع الشهداء اللي قتلتهم هذه الميليشيات، يعني معناته انتهت الحكومه وانتهت هاي الاحزاب. فواحد واحد ينحازب. الجرائم هم بسببهم، بسبب اللي الحقد اللي شايليه عليه، هم اللي جاد يفجرون، هم اللي جاد يحرقون، هم اللي جاد يدمرون، هم اللي جاد يسرقون. فما عندنا وزاره داخليه، ما عندنا امن واستخبارات بانه يحاسب. هم كلهم يعرفون منهم في السلطه، والسلطه العراقيه اللي هاي جاي تحكم. بس عندنا ضباط دمج، عندنا ناس رادين للاحزاب.
يعني من تروح تشتكي على مركز الشرطة أو مديرية الاستخبارات أو مديرية الأمن العام اللي عندنا ما يشكون. وصارت عندنا كثير يعني من مواضيع عندنا يعني ناس راحت عندهم ما شكوهم، اللي شكوهم راحوا سجنوه والبريء بالسجن عندنا. زين كيف نحقق من هاي الجرائم اللي قاعدة تروح آلاف يومية عندنا؟ المقابر الجماعية اللي لحد الآن بالرمادي وبالبوصل وبتكريت وفلوجة صارت مقابر جماعية من بعد خروج داعش إلها، وناس لحد الآن ضحاياها وأهلهم يعرفون ولدهم منو قتلهم ومنو سببه. نعرف كان هاي الميليشيات وراها الحشد اللي هم يقولون الحشد المقدس، فهذول من نفس هاي الطبقة اللي جاي تحكم. بس للأسف إحنا ما عندنا ناس كفؤين، ما عندنا ولاعين. بس ثورة تشرين اللي هي خرجت أمام هاي الأحزاب وبدها، ويعني نعرف كلهم قمعتهم قالوا هذول ناس بعثيين وصدامين. الناس البعثية يعني الله يرحمهم راحت انتهت، بس هسه دورهم بأنه يشمعون بهاي الأمور اللي قاعدة تصير عندنا. فإحنا العراق يرادلنا رئيس يعني خارج هاي الأحزاب، رئيس أنه يحاسب كل قتلة. ولا ما معقول الدولة بيها جيش وبيها حشد، كل هاي ما تقدر تحاسب على قضية وإجراء تحقيق في يعني الجريمة اللي تصير. هاي المخدرات اللي قاعدة تدخل عندنا يعني أيضا هم نفسه يعرفون من يدخله، هي كل هاي الأحزاب وما يقدرون يسيطرون عليها. هم يردون دمار البلد وخراب البلد وتدميره، ونشوف القتلة الجايدة تروح وآلاف الناس يوم يعدنا ضحايا وهاي مزرة وتجينا لا سمح الله مجازر أخرى. أيضا نفسه يقولون راح نجري التحقيق. هاي راد إن الشعب أن يتكاتف ضد هاي الحكومة من الشمال لحد الجنوب. أي خروج هاي الناس اللي جت لنا من 2003 لحد الآن، يلا يصير عندنا وطن زين وشعب زين يحب يعني يكون إلى سيادة إلى قيمته بعيد هاي عن سلطة الأحزاب. وتحياتي لك أستاذ أفل، وتحياتي لقناة الرافدية، ورحم الله شهداء العراق واللعنة والخزي العار بأحزاب السلطة ومن جابهم الاحتلال الأمريكي. حياك الله. حكينا عن فاجعة حمدانية، راح نحكيكم عن فاجعة وشوفوا تعامل السلطات والقوات وياهم. طالبوا عدد من ذوي ضحايا مركز العزل الصحي مركز النقاء اللي قضوا حرقا سنة 2021 بالناصرية، طالبوا أن يتم اعتبار ذويهم شهداء أسوة بضحايا فاجعة حمدانية. ذوي الضحايا أكدوا من أمام المبنى المحترق بمستشفى الحسين التعليمي بوسط الناصرية أنهم طالبوا كل شهواية أن يتم احتساب أولادهم وذويهم من اللي لقى مصرعة نتيجة احتراق مركز عزل النقاء سنة 2021 أن يتم اعتباره كشهيد، لكن دون جدوى على الرغم من الوعود الحكومية الكثيرة لهم. وأضافوا أنهم طالبوا أيضا أن يتم الكشف عن نتائج التحقيق بالقضية، ولحد هاي اللحظة ذوي الضحايا ما يعرفون شنو اللي صار والتحقيق شقال. خلونا نشوف. وقفة تضامنية مع عوائل شهداء مستشفى النقاء اللي احنا نقول شهداء الى اليوم، الحكومة ما معترفة بهم شهداء وما محصلين على ابسط حقوق. والله العظيم احنا لولا وقفة تشرين ويانا اول يوم الحادث اللي طلعوا جثث اهلنا المتفحم هم تشرين، ولحد هذا اليوم احنا ناصبين شهادة ما واقفين ويانا بس ابناء تشرين. واحنا ان شاء الله ما احنا اخوان، واحنا شو نطلب منهم؟ نريد وقفتهم ويانا لان احنا انظلمنا، احنا الحكومة ظلمتنا. انا هسه ممثل عن عوائل شهداء اريد وقفة جماعة بلد تشرين ويانا وياكم. ليش؟ لأن الحكومة دارت وجهها عنا، وإحنا إحنا قليلين، إحنا استضعفت الحكومة، بس إحنا أخواتكم، إحنا أهلكم. أي والله الله يحفظكم، الله يسلمكم. فهاي رسالة، الله يحفظكم كل المسؤولين المعنيين قضية مستشفى النقاء. هاي رسالة لكم بداية بأدب وبأسلوب مهذب أنه تحققون مطالب عوائل الشهداء. عندهم واحد ست شهداء عندي انا، سبعه ستة. والله سبعه وقبل شهرين انا مطلع اشياء من هذا المكان، اصابع طوني اصابع هدفنتها، وهسه اروح ادق الباب على المسؤول يقول لي تدري شو يقول لي احد المسؤولين من المحافظه ذي قار، يقول لي والله الحكومه اعطتكم قرايه فاتحه، مسؤول رفيع منها من ذي قار والله العظيم. يعني سالة. البشر صار عندهم فلوس، ها هي يقتل ويطلب فلوس. سبعه شهداء عندي مش ما يسولف قليل. فهاي رساله لكم الى كل مسؤول عن قضية احتساب عوائل مستشفى النقاء عوائل شهداء. هو اللي يروح لواحد مو قليل، مو سبعة. البشر بشر، والبشر غالي، إن كان ظنه
ولا أخ ولا زوج أو زوجة، أخ وأخت بالتأكيد، أو زوج أو زوجة أو أب وأم، فهو غالي مو سبعة. قراية فاتحة ما شنو؟ وانطيته فلوس راح تعوض له اللي راح؟ راح تعوض له اللي خسره؟ اللي يخسر بني آدم مو خسران فلوس، هو مو تاجر وخسرت تجارته بالسوق. اللي يخسر بني آدم هو مو دا يبني بيت وخلص فلوسه وما يقدر يكمله. اللي يخسر بني آدم مو فاتح باب رزق وراح الرزق من عنده، أو مو مشتري سيارة دا يشتغل عليها وعطلة السيارة وما عنده فلوس يصلحها، لأن ذن يقدر ينتظر عليها ويكملهم بعدين. أما اللي يخسر بني آدم خلص راح، لا فلسي رجعة ولا دعائي رجعة ولا مشاعر رجعة أبد. بس أكو شيء معنوي، شيء معنوي إنك تنصف هؤلاء. والصدقا يعني اللي قاله قليل، يقول لك خسران سبعة إيش ما يحكي، ما حد يقدر يحكي وياه. ذوي الضحايا المئات من عندهم طبعا، ذوي ضحايا حريق مركز عزل النقاء، أغلقوا ثلاث دوائر حكومية بمدينة الناصرية بمحافظة ذيقار بتظاهرة تهدف أن تضغط على الجهات المعنية حتى يعتبرون ضحايا الحادثة شهداء أسوة بضحايا حادثة الحمدانية. والظاهرة وذوي الضحايا أمام مفوضية الانتخابات بالمدينة، دائرة مؤسسة الشهداء بالناصرية ودائرة صحة الناصرية، اللي أغلقوها بمجموعة من التوابيت احتجاجاً على المماطلة والتسويف بهاي القضية بوسط هتافات تندد بحكم حزب الدعوة ومن يحالفه من ميليشيات ضمن الإطار التنسيقي. خلونا نشوف. منكم حزب الدعوة؟ 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 وعوائل مستشفى النقاء، تم غلق دائرة الصحة الديقار من قبل المحتجين والعوائل نفسهم، المطالبة بإنصافهم وضمان حقوقهم. تم غلق الباب الرئيسي التوابيت. طلعنا مواطنين أحرار من كل أبناء محافظة الديقار، طلعنا نطالب بعوائل الشهداء مستشفى النقاء، دولة ظلوا فحم. ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ولا قيادة الشرطة ولا محافظ ذيقار والنواب، رسالة لكم، احنا امام مفوضية الانتخابات مال الناصرية انغلقت ما تنفتح، بحسب انتخابات ماكو، اذا ما حسبتوا عوائلنا شهداء اهلنا. اذا تدورون على المحافظ اخوي العزيز تلقوهم اقرب نافورة، بما انه تسميتوا محمد نافورة. هاي رأي الناس، ولكم انتم لو شويه، انا دحكي ويا سياسيين، لو شويه تردون تحفظون ما يوجهكم وتحفظون المكان اللي انتم قاعدين عليه واللي وصلتوا له بهاي الانتخابات الاخيره بالتزوير، لانه الشعب العراقي اكثر من 80% عزف عن الانتخابات. كان حليتوا مشاكلهم، كان بينتوا لهم انه انتم تردون مصلحتهم، والله يبقوكم. بس طول ما انتم ناطيها اذن الطرشه ومغمضين عيونكم عليهم، ما حد راح يدور وراكم وما حد راح يحترمكم اصلا. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يانا من منصه فيسبوك محمد كاظم يقول والله حقهم، لان هم مستشفيات الدوله التعبانه وهم يتحملون التقصير. روز غازان حقهم تقصير من الحكومه، مستشفى داخل تتعالج به تحترق وتموت وفوقها ما حاسبينهم شهداء، ليش بويا شنو كانوا معزومين على ردهه الباطنيه؟ والله العظيم صح. مرتضى الخفاجي معتصمين لحين تحقيق المطالب، والخميس راح نسد جميع الدوائر، نريد وقفتكم ويانا أبناء ذيقار. أحمد ريسان السعيدي نطالب بوقفة مشرفة من أبناء محافظتنا العزيزة مع عوائل شهداء مركز النقاء للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. أكو تعليق موجود ويانا بالتعليقات، روز قالت شنو يا محاسبي وشهداء كانوا معزومين على ردهة الباطنية. هذا التعليق صحيح، لأنه المريض
لما يروح مستشفى فهو يروح مستشفى لأنه يريد يتعالج لأنه مرضان، والمستشفى تابعة إلى وزارة، والمستشفى من تحترق، وحتى لو كان إهمال فالإهمال أكو وراء مقصر، والمقصر لازم يتحاسب، لأنه هو من قصر، هو ما قصر بس أنه خسر الدولة مستشفى ومباني وأجهزة وغيرها، لا خسر مواطنين أرواح. هنا الإهمال اللي صار بقتل، والقتل لازم بحق، وذوي الضحايا لازم يطالبون بحقهم، وماكو واحد يموت لواحد وما يطالب بي ويموت لسبب، يعني موت رب العالمين هذا قضاء من رب العالمين، أما تموت بسبب ماكو واحد يسكت عنه. فما أعرف سياسيين من يباعون. فاجعة حمدانية اعتبروهم شهداء، ذولا مو شهداء، ذولا حرق وذولا حرق، إلا اللهم المكان يختلف. هاي قاعة أعراس، هاي مستشفى، يعني شنو أنت تتعاقبه لأنه إجا يأخذ منك علاج مثلاً؟ تتعاقبه محاسبة شهيد عليك مثلاً لأنه جاي وطاب دي 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 يتونس بالمستشفى؟ هن بالمكانين فاجعة، بالمكانين مصيبة، وبالمكانين المفروض ما تصير، وحتى لو صارت المفروض النتائج ما تكون بهاي الكارثة. بس هاي تشوفوا أمامكم عراقنا العظيم. نرجع ونطالب السلطات الثلاث. نفس الفيديو الثاني اللي طلعناه بقضية فاجعة حمدانية، القساوسة اللي طلعوا حجاوا بيه، هم مطالبين السلطات الثلاث أن يجاوبون ذوي ضحايا مستشفى النقاء، ومو بس مستشفى النقاء، مستشفى ابن الخطيب كذلك، ومو بس مستشفى ابن الخطيب. شكو كارثة صارت بالعراق، سببها تماس كهربائي، سببها إهمال، سببها كائن من يكون السبب. شنو كان السبب؟ يتحاسب المتسبب، لأنه نتائج الحرائق اللي تصير بالعراق كثيرة. وأذكركم ماكو انتخابات صارت بالعراق وراها صارت طعونات من قبل اللي ما يرضون بالنتائج، وهي مزورة ومقسميها بيناتهم بس حتى يبينوها للعالم انه هي ما بيها شيء، فيطلع ويطعن يقول انا ما كنت جايب هالقد، انا عندي معلومات تقول انا جايب هالقد، وراها احترقت المخازن وراحت كميه من صناديق الاقتراع. وين راحت؟ ما حد يدري. بس ليش احترقت؟ حتى ما ينفتحن وما ينعرف شكو بيها. هاي رقم واحد. مراكز تجاريه كوما من ضمنهن السوق العربي، مبنى العطور بالوزيريه، لان مراكز تجاريه. اكو مستشفى وقع في بغداد على مراجعين، مركز تجميل وقع في بغداد قبل كم يوم على وادى الى وفاه امراه، قاعه الهيثم في الموصل وراحوا ونتيجتها 120 شهيد، مستشفيات مثل ابن الخطيب والنقاء وراحوا نتيجتها شهداء، والحبل على الجرار. بينت صور جتي من محافظه بابل، اشتباكات ومصادمات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين من قضاء الحمزة الغربي بالمحافظة، وراء محاولة المتظاهرين أن يغلقون أحد مقار الأحزاب هناك. المصدر قال أنه أكو معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين بسبب صدام بين القوات الأمنية ومحتجين بقضاء الحمزة الغربي بمحافظة بابل، بسبب محاولة المحتج إغلاق أو المحتجين إغلاق مقر واحد من الأحزاب، وبين أن القوات الأمنية اعترضتهم. هذا الشيء اللي أدى إلى حصول احتكاك وأعمال شغب وتدخل من قبل قوات الأمن من اللي اعترضتهم، وهذا قد أظهر مقطع مصور إغلاق أحد الشوارع بالإطارات المحترقة ومقابل إطلاق النار من الجهة المقابلة من أسلحة قوات مكافحة الشغب. تعالوا سويا نشوف شنو اللي صار بقضاء الحمزة الغربي. طب بنص هذا الغبي.
السلطة الأساس بالدستور هو مو الشعب. هم ما سادين مركز شرطة ومطلعين المجرمين اللي بالحبس مال مركز الشرطة، ولا طبوا على السجن وطلعوا المساجين على الرغم أن السجناء 90% من الموجودين بها أبرياء، ولا سدوا مؤسسة حكومية ومنعت هالمؤسسة أن تؤدي واجبها أمام المراجعين، ولا سدت مستشفى وخلت المستشفى ما تعالج المرضى. حزب ورد أسأل السؤال، هذا الحزب شدي يسوي؟ الحزب هذا مو جاي للشعب ومن الشعب، ها مو شعاراتهم الرنانة نحن منكم وأنتم منا، نحن أتينا من رحم الشعب، نحن ولدنا من 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 ثورة تشرين، نحن ولدنا من بين أبناء صفوف هذا البلد، مو هاي شعاراتهم؟ ضاجوا من عندهم ما يسوون لهم شيء، لا كهرباء لا ماء لا خدمات لا مدارس لا تعليم لا كتب مدرسية لا مناهج لا صحة لا أدوية، كل شيء ماكو. جو يسدوهم شو يعني شو صار؟ لو لأنه الحزب يتبع إلى جهة معينة من خارج البلد، وهاي الجهة المعينة من خارج البلد راح تقطع عليكم رزقكم يا القوات الأمنية، فممنوع ينسد. هاي التظاهر اللي شفتوها قبل شوية واللي راح تشوفوها هسه هي ضمن نشاطات الثوار والمتظاهرين لإحياء الذكرى الرابعة لثورة تشرين، وتنديدا من عندهم باستمرار سياسة إفلات الجنى وقتلة المتظاهرين من العقاب. صور أظهرت من بابل التعامل الوحشي للقوات الحكومية لما أقدمت قوات مكافحة الشغب على الاعتداء بالضرب بالهراوات على المتظاهرين والتنكيل بهم واعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة. تعالوا نشوف طريقة التعامل الحكومي. ما شاء الله، إذا تلاحظون يعني الشباب أبطال، أبطال لدرجة مو طبيعية. أردفتهم الضرب اللي دا يصير هنا، المجموعة هاي وذولة دا يضربون بهذا بس. كم واحد ذولة بيهم؟ 10 على 1 وعزل ومنزعي بالشارع ودفرات وبالدروع وبالهراوات وبالضرب، هذا ويا واحد. للعلم مشاهدينا الكرام، خاف يجيني واحد ويقول لي هذا تصرف فردي من بعض القوات الأمنية، لا، هذا تصرف القوات الأمنية ويا كل تظاهرة تصير بالعراق، لأنه هي هاي البصمة الواضحة إلى القوات الأمنية ويا أي تظاهرة تصير بالعراق، علما أنه الدستور العراقي اللي هم ذبحونا به وجعوا راسنا به وحكى الدستور وقال الدستور، وشوفوا أي واحد يدافع عن الأحزاب ويدافع عن الكتل السياسية ويدافع عن هاي الحكومة، حكى الدستور وقال الدستور، والدستور يضمن والدستور هيك يقول والدستور هيك يقضي والدستور هيك يحكي. بس واحدة من مواد الدستور من حق المواطن التعبير عن رأيه والتظاهر السلمي، لكن هذا الشرط أو هاي المادة بالدستور العراقي حسب مزاج السياسي، فإذا كان هذا المواطن طالع ضد السياسي اللي مدى يقدم له خدمات ينكتل وينضرب ويعتقل ويغيب ويروح في خبر إن كان. أما إذا كان المتظاهر يتبع إلى السياسي مثل ما سوى حكومة الإطار بوقوفهم أمام الخضراء لأيام وما حد اندق بيهم، هذا بحث آخر، مثل ما سووا جماعة الصدر وغيره وجماعة قيس خزعلي في دخولهم إلى السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وكسروا كاميرات وكسروا جام وكسروا بيبان، هذا ما حد يحكي وياهم. بس مواطن يقول أنا أريد كهرباء وأريد مي وأريد تعليم وأريد حقي وأريد اللي مات من عندي يعتبر شهيد، هذا ينضرب وينكتل مثل ما تشوفون هنا. هذا اللي دا يصير بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود يانا من ديانا مكي تقول يا إلهي دخيلك الرحمة، أنزلت من قلوب البشر ما يخافون، انزالت من قلوب البشر ما يخافون، الله يقتلون بهالشباب ويرمون مسيل الدموع، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منهم. هبة الراجي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ذول الشغب الله ينتقم منكم أنذال. أسعد البياتي بردا وسلاما يا وطني، اللهم إنا نستودعك أرواح أبنائنا في كل مكان، اللهم نسألك الأمان، يا الله يا جبار اجبر بقلوب العراقيين، يا حافظ احفظ شبابنا واحمي شعب العراق، اللهم انصر بلدي وعوض صبره خيرا.
رقه تقول باكر نرد للوطن للوطن وتمطر الدنيا وتنسق سنين العراق اليابسات، لانه هاي العشرين السنه اللي مرت على العراق صدق هي عشرين سنه عجاف ويابسه ما شاف بها العراق كل خير، فبلده دا يرجع من سيء الى أسوأ. العراق دا تصير به مشاكل مو طبيعيه. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ افل هسه لو تقدم شكوى كان يقول لك ماكو مثل ما تفضلت انت، يقول لك هاي شغلات فرديه. نعم. زين شغلات فرديه، الامر ماله امر القوه هاي. هم شغله فرديه لو ما يشوف هذا التصرف. بس هاي مو شغله فرديه، لان الامر ماله من تجي عليه الرتبه مالته دمج. دمج ماكو لزق لزقوله، جابوا لي من العلاوي حطوا لي شفه وروح انت ضابط. من تجي تقيس واذا ضابط حقيقي قبل 2003 كان تلقيه محكوم، كان مطرس اموال دوله لو عليه شغلات ماكو طايحها مثل حش السامع. ماكو مسجون وطلع هسه انطوه قدم، يعني اذا سجن من هو ملازم اول او نقيب هسه انطوه برتبه عميد او انطوه برتبه لواء، تعال احكم. يعني هذا شو يحكم؟ هو ساقط دايح، يعني شو يحكم هذا؟ شو يحكم؟ عمي هذا التصرف مو فردي، هذا التصرف يصير بكل المكانات مال العراق، كل من يقول لك فردي يقول لك تجذب مع احتراماتي لك. ناس دايحه تخمشها ماكو من كبيرها صغيرها، نفس القرار ونفس الحكي ونفس السوالف، يعني متفقين الدستور السواب بيناتهم العضو على المواطن شكل واللي ينفذوهم الشكل. نعم. مثل ما تفضلت انت، اللي داعب وطني، داعب كهرباء، داعب حقوق، مثل ما طلعوا هذول بالناصريه من يقول لك احنا عندنا شهداء، يعني يا شهيد عمي هذول ما يعترفون بشهيد ولا يعترفون بناس ضحت من اجل العراق، وانت قبل شويه تقول جتي مجموعة مع الإرهابيين، لا 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 مو مجموعة مع الإرهابيين، مع احترامات شخصك انت استاذ. أمر جاء للجيش مشى، أمر انسحب ذب سلاحك وامشي. أنا من ضمن المناطق ما كل لا 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 طبيها داعش، ما صار كل شيء طلقة واحدة ما طقت، امشي امشي ذب سلاحك وامشي. من تقول لك ما أدري يعني أمر انسحبوا، شنو جاك أمر انسحبوا؟ يعني راس الهرم سايق السفينة خائن. يعني انا من قارنت ابو عبد الله، انا قارنت هاي الزمره او هاي المجموعه، من قلت مجموعه امام البلد، امام العراق، امام جيش العراق، امام عظمه هذا البلد، امام عمر هذا البلد، امام تاريخ هذا البلد، فلما اقيس هاي بهاي فهم عصابه. هذا اللي جتي الزمره هي عصابه، جتي هاي العصابه في قدره قادر ربحت على جيش عمره 90 سنه. لا 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 استاذ العزيز، تقول جيش عمره 90 سنه، جيش مو هذا هسه. إذا تمثل ذول هسه ذول يعظمون هذا المواطن. نعم. تمثل بجيش العظيم، بجيش العظيم القاتل والساند والشارك بمعارك تشرين وغير تشرين ماكو، تمثلهم بذول لا هاي 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 ما ترهم استاذ أفل مع احترامات شخصك أنت. نعم نعم نعم. أخاف يخون التعبير. نعم. هذا جيش صحيح، جيش وطني، جيش جامع أشكال الطائفة. نعم. ما نريد نسميها، عيب نسميها طائف سني وشيعي ومسيحي وكردي ويزيدي. نعم. كانت اشكال الطائفه بهذاك الجيش. نعم. ماكو شيء. نعم. هاي هسه ناس عاد تجمع، ماكو تجمع، قاموا ضربوا 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 المسيح ماكو بهاي سوى الفاجعه بالباب الموصل الحمداني. نعم. يثيرون فتنه. اللي يثيرون الفتنه. نعم. بس ان شاء الله الشعب العراقي صحى ووعى، وندعي من الله يبرد على هذا الشعب العراقي العظيم ان شاء الله بجاه الحبيب محمد. نعم. شكرا 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 لك ابو عبد الله. شكرا ابو عبد الله. ذكر نقطه عن الجيش العراقي، في سبعينيات القرن الماضي اكو تظاهره صارت للشعب العراقي امام السفاره الانجليزيه في العراق في بغداد، والمتظاهرين صعدوا على السطح وشكشقوا العلم البريطاني وتوزع، وصارت قطع العلم البريطاني معلقه ببيوت بعض الناس، وانا شايف قطعه من هاي القطع. فلما العراق ارسل او السلطه في تلك الفتره ارسلت الجيش للسيطره على المتظاهرين، صعد احد المواطنين على ظهر الدبابه وقال يعيش الجيش العراقي البطل. قال له شحت وياك، انت مني واني منك، عمي الظاهر بس لا تاذون. هذا مثال، وشوفوا المثال الاخر اللي طلعنا لكم اياه قبل شويه. اثار منظر اكتظاظ الصفوف
مدارس العراق أغلبها ونقص كبير في الكتب المدرسية والأبنية المدرسية، غضب واستياء أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، خصوصا بعد إعلان وزارة التربية عن إكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة وبدء العام الدراسي الجديد، والالتحاق نحو تقريبا 12 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، هو أعلى رقم تم تسجيله بالعراق، في حين يعاني العراق من نقص كبير في أعداد المدارس يقدر بحوالي 9000 مدرسة مثل ما تقول وزارة التربية. وتبين أرقام وزارة التربية والتعليم الحالية أنه عدد المباني المدرسية هو 16800، علما أنه أعداد المدارس المصرح بها هو أكثر من 25000 مدرسة. وبالبصرة نظموا أبناء منطقة التميمية بوسط المحافظة تظاهرة بسبب تأخير بناء مدرسة بغداد اللي تم هدمها عام 2013 واللي ما اكتمل بنائها إلى حد هاي اللحظة من 10 سنوات. خلونا نشوف. أهالي منطقة التميمية تحتج على سوء الخدمات وبالتحديد مدرسة بغداد، من 2013 لغاية الآن اكتمل بناها بنسبة 30%، رغم متابعتنا ومراجعتنا للمحافظة ولكن استجابة وماكو. بالتالي هاي المدرسة تحتوي على 3 أقسام، قسمين ابتدائية وقسم متوسطة، شي بالعشار شي بالخضار وشي بالخندق، وبالتالي متوجهين على شتاء وأمطار وتعرفون وضع الكهرباء والرطوبة. فهسه هاي الناس تريدك مال المدرسة. سيد محافظ البصرة، سيد مدير قسم الأبنية المدرسية داخل ديوان المحافظة، هاي من ضمن 36 مدرسة على المقاول والمرحوم عبد الله عويز. إلى متى المدارس يظل المتلكات؟ السيد معاني وزير التربية جاي تلاحظون هاي الطلبة والأطفال. شو المرحوم عبد الله عويز طالع بالمشاريع الخدمية بالبصرة جول. مع بداية عام الدراسي الجديد بالعراق تتزايد الدعوات الملحة لإنقاذ التعليم وإيقاف تدهوره وراء وصوله إلى مستويات كارثية خلت العراق خارج مقاييس التعليم العالمية وما معترف به أصلا، بوسط تحذيرات من تفاقم أزمة التعليم في ظل نقص الكتب والمناهج المدرسية. وأزمة نقص الكتب المدرسية مو جديدة بالعراق لكنها تفاقمت بالأعوام اللي سبقت مقارنة بحقب ماضية وبالحصار، خصوصا هاي الحقبة اللي حرصت خلالها الدولة العراقية على طباعة الكتب في أحلك الظروف، إضافة عن تأمين القرطاسية إلى الطلاب. أولياء الأمور عبروا عن غضبهم لعدم توفير وزارة التربية للكتب المدرسية وتوفرها بكثرة في الأسواق، ما يضيع عليهم أعباء مالية إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد. خلونا قضية التربية اليوم، وزارة التربية صارت 3 سنوات ما طابعة كتب، وهذه 3 سنوات وصلت التعليم إلى أبعد مستوى بسبب أن الكتب اللي ممزقة اللي جاي تتوزع من قبل إدارات المدارس، أغلب الكتب اللي جاي تتوزع هي نقص بها فصل واثنين وثلاثة، وهذا كله أنه يتحمل الطالب. فصل أنه إحنا نتحمل نقص الكتب اللي جاي تتوزع لهنا كافي، ما معقول اليوم أنا كمواطن أتحمل نقص الكتب، أتحمل نقص القرطاسية، أتحمل الزي الموحد، أنتوا شنو شغلكم؟ بس أريد أفتهمك كوزارة التربية شنو اللي سويتوه؟ أنت يا وزير التربية قبل يومين وثلاث أيام جيت افتتحت العام الدراسي الجديد بالحمزة الشرقي، من دخلت الحمزة الشرقي وجابوك ودخلوك لمدرسة البتول، ما قالوا لك الطابق الثاني لمدرسة البتول هاي للسقوط؟ ما أخذوك وشوفوك أكو مدارس كرفانات عندنا، ما أخذوك وشوفوك لحد هذه اللحظة أكو بالديوانية مدارس طينية، ما أخذوك وشوفوك وقالوا لك يابا أكو مدارس لحد هذه اللحظة ما بيها ماي للطلاب تغسل، ما أخذوك وشوفوك وقالوا لك يابا أكو مدارس لحد هذه اللحظة ما بيها صحيات للطلاب، ما أخذوك وشوفوك وقالوا لك يابا أكو مدارس ما بيها سياج خارجي من تدق الفرصة الطالب يطلع لأهله يروح يتريق ويكمل ريوقه ويرجع للدوام. أنت شنو دخولك للديوانية وعلى أي سبب أنت دخلت للديوانية لحتى تفتتح عام دراسة جديد وبظل دراسة وصلت إلى أدنى مستوى بالديوانية؟ شنو اللي شفته بالديوانية نموذج لحتى تقصد الديوانية؟ كنا مفكرين أن دخولك للديوانية صراحة هو التفاته، هو الوقوف على معاناة التعليم في محافظة الديوانية، ما كنا نتوقع على أن دخولك للديوانية هو فتح العضلات وتصوير وكذا وغيرها وفي ما لا. والأثناء بعد هالمبادرات الشعبية حتى يوفرون كتب إلى العوائل الفقيرة في ظل تقصير الوزارة في طباعة الكتب مستمرة، وأحد أولياء الأمور بين لكم رداءة الكتب اللي تم توزيعها بهذا العام. أسنت نقل طالباتنا البناتنا كتب لا تستلمين ودراسة وشراي لا تشترين ودرسي لما نتنشين زين شلون تنجح وشلون تدرس إذا الكتب هاي الكتب هاي وضعية الكتاب هذا الكتاب وضعيته ما نعرف شنو هذا القرآن الكريم لا حول ولا قوة زين وهذا الكتاب الثاني ما أدري يعني شنو هذا ما أعرف شنو الكتاب وشنو زين هذا الطالب شلون لواحد ينجح شلون لواحد ينجح بس
وبعدين انت يا مثنى السامرائي مدري منو انت اللي ما خليت شيء بالتربيه ما بقتهم ماشي بعيد مكافي. هسه ندري الانتخابات جايه بس مو هيك البوق. وانت يا وزير التربيه ايش وقت تحس يعني ما شبعتوا؟ هسه عمي بلوه ابتلينا بيكم. هذا النوب وزير التجاره اللي لحد الان شهر الثامن والتاسع ماكو الحصه وجينا بالعاشر لعنه الله عليكم. اي والله لعنه الله عليكم. هاي كتب العراق، الناس علقت على هذا الموضوع. اول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك صدام معتب يقول البارحه رحلات مطبوع عليها وزاره التربيه تنباع تحت جسر المثنى. رائد ناصر يقول بزمن الحصار وكان العراق يمر باصعب ظرف المناهج الدراسيه متوفره ومن ضمنها الدفاتر والقرطاسيه توزع بالمدارس بالمجان. محمد حسين الاسواق مليانه كتب جديده منين طلعت وش وصلها للسوق؟ حسين منصور والله انا مشتري لابني ب 40,000 منهج كامل مال الثالث متوسط لان المدرسه تقول ما عندنا كتب حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام رواد منصة اكس من العرب والمسلمين ابدوا تضامنهم ويا معركة طوفان الاقصى وما حققته من نصر كبير على الاحتلال الصهيوني خلال اقل من 48 ساعة على بدء انطلاق هاي الحملة. وابدوا المتفاعلين على وسم هاشتاغ طوفان الاقصى، جبنا لكم بعض التغريدات من عندها. ورق بنفسجي ريم تقول هاشتاغ طوفان الاقصى عنوان عملية ليس اعتباطيا مما يدل على ان التحضير كان طويل الامد، المؤشرات تقول انه تم حساب كل الاحتمالات بالملي. طوفان يعني ان العملية ستغطي منطقة واسعة ولن تكون سريعة بنتائج محدودة ودقيقة بل ستؤدي لحالة فوضى في الجانب الاخر بينما الطوفان يعرف طريقه واتجاهه. حسين أبو مرزوق يقول اللهم انصر عبادك المدافعين عن شرف الأمة ومقدساتها، اللهم عليك بكل محتل، اللهم نصرك لأمتك وعبادك المؤمنين. وربيحة تقول من لم تفرحه أحداث هذان اليومين فليراجع نفسه. وعبد الوهاب الفقيه يقول قتل الصهاينة وصل إلى 700 قتيل وقتل غزة 350 نحسبهم شهداء والله حسيبهم لأول مرة في تاريخ المعارك بين الفلسطينيين والصهاينة منذ عام 48 يكون عدد قتلى بني صهيون ضعف قتلى الفلسطينيين. هاشتاغ طوفان الأقصى هاي التعليق وغيرها كان على هذا الهاشتاغ. جبنا لكم بعض التغريدات. مشاهدينا الكرام هذا كان ما موجود في برنامج صوتكم لهذا المساء، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم باكر بنفس الموعد. في أمان الله.